طيب، بدأنا المحاضرة الماضية في ماركوف ديسيجن بروسيس، تمام، وحكينا إنه إنه إحنا بدنا نعمل ريزونينج استنادا على sequence of observation، وانه في لها تطبيقات عديدة، تمام. وحكينا كذلك انه الماركوف او التشين او الماركوف بروسيس هي عبارة عن سلسلة من الستيتس، والستيتس هذه متعاقبة، كل ستيت بتعتمد على الستيت اللي قبلها فقط، وليس وما بتعتمد على يعني كل الستيت السابقة، فقط اللي قبلها. بمعنى انه هذه الستيت بتعتمد اكس 3 بتعتمد على اكس 2 فقط، ما بتعتمد على اكس 1 واكس 0، تمام، لكن بدورها اكس 2 بتعتمد على اكس 1 واكس 1 بتعتمد على اكس 0 وهكذا. وكذلك حكينا في مفهوم البوليسي. البوليسي هي عبارة عن sequence of actions من البداية حتى الجول. تمام، وممكن انه احنا نطبقها او نعطيها للايجنت، نعطي له بوليسي بحيث انه هو يطبقها في السيرش بروبلم عشان يصل لحل للاوبتيمال سوليوشن. وحكينا انه كل بوليسي في إلها ريورد، يعني شفنا هاي بوليسي زي ما حكينا انه هذه خريطه كامله، هذه بتمثل بوليسي لانه سيكونس اوف اكشنز، هذه في إلها ريورد، هذه في إلها ريورد مختلفه وهكذا. وحكينا فيها عندنا شغله مهمه كذلك، انه انا اخذ الريورد بشكل متسلسل زي هيك، كل مره تزيد الريورد عندي، ولا انه يكون انا عندي الريورد 000 لغايه لما اخذ كل الريورد مره واحده، مين الاحسن انا عندي. وحكينا انه الافضل انه الايجنت لازم يسعى انه للريوردز بشكل مبكر افضل، تمام. عشان هيك حطينا مفهوم الديسكاونتينج. الديسكاونتينج انه لو انت في المراحل الاولى بدي لك الريورد كامله، لو انت في مراحل لاحقه بدي لك جاما من الريورد، ولو انت في مراحل لاحقه اكثر بدي لك جاما تو ذا باور 2. بمعنى ذلك انه الجاما هي عباره عن رقم اقل من الواحد، فبالتالي اي رقم اقل من الواحد، اي كسر 10 بيتم رفعه للباور 2 راح يقل اكثر بكثير، فبالتالي انه راح تقل الريورد تدريجيا في مراحل لاحقه. كذلك حكينا في مفهوم انه كيف بدنا نشوف نحسب الستيتس الاوبزرفيشنز، هذه السيكونس اوف ستيتس اللي بتعتمد كل ستيت بتعتمد على الستيت السابقه. حكينا انه انا في عندي كل عمليه الترانزيشن في لها probability وإلها ريورد، هذه إلها probability loss، تمام، إنه أنا فاست وأظلني فاست وإلها سكور وهكذا، فبالتالي كل واحدة من هدول في إلها ريورد وإلها سكور. طبعا أنا عندي الـ possible action إنه slow fast والـ states، ثلاثة states cool warm overheated. حكينا احنا ممكن هذا الكلام نعمله as a search tree، تمام، و search tree انه انا عندي في state معينة في انا عندي مجموعة من الـ actions، تمام، هذا بيؤدي لـ state مع action معين، تمام، فبيؤدي هذا انه انا يكون في عندي هنا state جديدة اللي هو s a state مع action، بطلع انا عندي s prime اللي هو الـ state الجديدة. فانا عندي هنا transition model، والترانزيشن موديل هذا في انا عندي ترانزيشن مع بروبابيليتي، وهذا له ريورد زي ما شفنا هذا الكلام. نرجع هنا،
في هنا عندي هنا الترانزيشن، في له probability وفي له reward. فبتكون التري مربوطه او شكلها او الصيغه تبعتها بهذا الشكل. تمام. طبعا انا بما انه انا بدي اعمل maximize للريورد، ممكن استخدم الاكسبكت ماكس لايك سيرش تري او الاكسبكت ماكس الجوريثم عشان انه اصل او اعمل maximize للريورد او اختار الاكشن اللي بيختار لي الافضل ريورد. طبعا الفورميليشن تبع ماركوف ديسيجن بروسيس حكينا انه انا في عندي ستيت وفي عندي الانيشال ستيت او الستارت ستيت، عندي مجموعه من الاكشن اي، عندي الترانزيشن اللي هو بالبروبابيلتي انه شو البروبابيلتي انه تكون انا عندي الستيت اس برايم جيفن ذات انه انا كنت في ستيت معين او اخذت اكشن معين. تمام. وهذا له ريورد. البوليسي هي عبارة عن sequence of action، واليوتيليتي هي عبارة عن sum of discounted reward. طبعا هذا الكلام انه تجميع تراكمي للريورد اللي انا حصلتها لغاية الان، اما البوليسي هي عبارة عن sequence of action. طيب لو بدنا نطبق هذا الكلام على يعني على الريس، على الاكزامبل تبع الريس، راح الاقي انه الثري بتصير انا عندي هيوج، لانه زي ما انتم شايفين هنا انا عندي الستيت هذه كول، هيها تكررت معايا هنا. تمام. وهيها موجوده هنا، برجع هنا ثاني بلاقيها هنا كول زي هيك، فبالتالي انه في عندي تكرار في الثري، فبالتالي هنا الستيتس ار ريبيتد. احنا بدنا انه نحسب الكوانتيتيز اللي بدنا اياها مره واحده فقط. تمام. ممكن ان احنا نروح ديبث ليميتد، ولكن مش هو الحل الافضل. طيب خلينا نشوف كيف ممكن نختار الاوبتيمال ايكواليتي، انه احنا بدنا نختار الاكشن، الاكشن اللي بيديني البيست او الاوبتيمال ايكواليتي. انا في عندي هنا اليوتيليتي اللي هي عباره عن الريورد، وبرمز لها هنا بالفاليو يوتيليتي الفي ستار اس، وهنا ستار لانه انا بدي الاوبتيمال، وفي انا عندي الفاليو يوتيليتي لا كيو ستيت. كيو ستيت انا عندي هنا ستيت مع اكشن. تمام. هذه في ستيت لحال بدون بدون اي اكشن، وهذه مع اكشن، فانا عندي هنا الكيو ستيت الكيو ستار الاوبتيمال. تمام. بحيث انه تكون انا عندي هذه الاوبتيمال فاليو. وفي انا عندي البوليسي برمز لها بالرمز باي ستار لستيت معينه. تمام. هي عباره عن الاوبتيمال اكشن فروم ستيت اس. طبعا هذا الكلام احنا شفنا انه انا عندي نرجع للخريطه هذه اللي احنا كنا ماشيين فيها، هذه هي الخريطه. هنا في انا عندي مخزر. تمام. في عندي تراب هنا، وهنا في عندي الريورد او المخرج. تمام. في اي مكان انا كنت فيه بدي اياك انه انت تدلني على الطريق او ترسم لي مخطط كيف انا ممكن انه انا افوز. فعشان هيك هذه الماب انه احنا حكينا انه هنا بلس 1 عشان انه انا افوز، وماينس 1 عشان انه اخسر هنا كريورد، انه هنا بالموجب وهنا بالماينس. بالموجب يعني بربح، وبالماينس انه بخسر. الان اي ستيت غير هدول التنتين بتكون بدرجة معينة اقل من الواحد. زي ما انتم شايفين هنا الاسهم هذه بتحدد لي انه اتجاه الحركة انه بهذا الشكل، وهي الكيو فاليوز تبعتها، هذه عبارة عن كيو فاليو، انه انا لو رحت بهذا الاتجاه هي الكيو فاليو، وهنا لو رحت بهذا الاتجاه هي الكيو فاليو. بنلاحظ انه كل ما اقتربنا من الجول تبعي، تمام، الكيو فاليو انه هي بتزداد.
طيب هذا الكلام انه كان معمول لاتجاه واحد بس، الاتجاهات المرسومة. لو بدنا نعمله لأربعة اتجاهات بظهر انا عندي الكيو فاليوز بهذا الشكل. طيب احنا بدنا نعمل ريكيرسيف سيرش. مفهوم الريكيرجن واضح عندكم. الريكيرسيف سيرش انه انا بدي اعمل بدي اعمل حساب بشكل ريكيرسيف ابحث عن للفاليو. نفسه يعني. بالضبط بالضبط، يعني كل مره انه انا بدي اختار بدي اختار الفاليو بشكل ريكيرسيف. تمام، انا في عندي مجموعه الكيو ستيت اللي هو عباره عن انه في ستيت معينه انا في عندي مجموعه من الاكشنز، انا بدي اختار الاكشن اللي بيعمل لي ماكسمايز للفاليو في ستار. تمام، طبعا الكيو ستيت هذه اللي هي هذه كيف بدنا نحسبها؟ هي عباره عن سميشن للترانزيشن موديل. تمام، من ستيت اس اذا انا اخذت اكشن اي وكانت النتيجة انه الستيت اس برايم. تمام، في انا عندي هنا الريورد لكل اكشن وكل ستيت جديدة انه انا بروح عليها بلس الديسكاونتنج اللي احنا حطيناه. تمام، فاكرين الديسكاونتنج انه انا بفضل انه انت تاخذ الريورد بشكل مربك مبكر ما تستنى عليها. تمام، بالإضافة للفي ستار اللي هي اليوتيليتي تبع الستيت هذه. تمام، اللي هي الستيت هذه اللي هي الاس برايم. ثواني بس، اوكي تمام. يبقى هذه الفاليو تبع الاس الستيت الحاليه وهذه الفاليو تبع الاس برايم اللي هو الستيت بعد ما اخذت الاكشن اي. معنى ذلك انه زي كانه انا بدي اعمل لوك اهيد، يعني خطوه لقدام انه شو الكيو ستيت لو اخذت الاكشن هذا. تمام، طبعا هو عباره عن الفاليو تبعت اليوتيليتي الجديده الستيت الجديده الفاليو تبعت اليوتيليتي تبعت الستيت الجديده اللي هي الاس برايم. وفينا عندي هنا الديسكاونتينج جاما في المراحل الأولى بيكون واحد وبعديها بيقل ممكن يكون 90.9 يعني 0.7 0.4 وهكذا، لأنه أنا بفضل أنه أنا أخذ الريورد بشكل مبكر. تمام، بالإضافة للريورد فاليو إذا أنا انتقلت على الستيت الجديدة هذه أس مضروب في الترانزيشن موديل. والترانزيشن موديل زي ما شفنا في سلايدات سابقة هو عبارة عن probability وعادة بتكون معطى تمام؟ أوكي، طبعا هذا الكلام لو احنا طبقناه بده يكون في عندي لو انا اخذت هذا الكلام عوضت فيه هنا، معنى ذلك انه هي الماكس اي زي ما هي، هي هذه الماكس اي هيها زي ما هي. تمام، وبس مجرد انه هذا بدنا نجيبه هنا هيك بهذا الشكل اللي هي عباره عن الفيو الفي ستار للاس اللي هي هذه رجعنا حسبناها بعد ما ضفنا تفاصيل الكيو ستيت. تمام، واضحه هنا؟ في اسئله؟ واضح دكتور. تمام. طيب الآن ممكن إنه ندخل التايم ليميتد فاليو، بمعنى إنه الفاليو تبعت الستيت هذه بتكون موجودة في فترة زمنية معينة، زي كأنه بيكون في تايمر. تمام، عليها يعني الفاليو هذه مثلا على سبيل المثال الفاليو تبعت اليوتيليتي، خلينا نرجع هنا أنا العادي هذه الفاليو اليوتيليتي هذه مثلا بتكون بلس واحد
لنفترض انه خلال فترة زمنية معينة، خلال 3 دقائق مثلا، بعد 3 دقائق راح تتغير، ممكن انه هي تزيد او تقل، بعرفش يعني، حسب الكونديشن اللي عندي. بس الفكرة في الموضوع هنا انه انه التايم ليميتد فاليوز، انه عادة بتكون انه هي مربوطة زي مؤقت معين، بعد ما يخلص المؤقت هذا ممكن انه هي تتغير الفاليو تبعتها. تمام. طيب إيه طبعا هذا الكلام، ليش احنا دخلنا موضوع الفاليو في الموضوع هذا؟ لانه في اغلب الاحيان الريورد ممكن انه هي تتغير بعد فترة معينة من اللعبة، يعني بمعنى انه في مراحل مبكرة في اللعبة، على سبيل المثال انه لو انا مثلا، خليني احكي، لو بدنا نقربها على سوبر ماريو، لو انا اكلت فطر في مرحلة مبكرة من اللعبة بيكون يعني له تأثير اكبر بكتير من انه انا اكل فطر في اخر اللعبة، شغلة مثل هيك يعني، ممكن انه احنا نتخيلها. فالآن الفاليوز هذه احنا ممكن انه نشوف كيف ممكن تتغير بعد الايتريشنز هذه. تمام. طبعا هنا الريورد انه انيشالي زيرو، الديسكاونت انا عندي هنا 0.9، زي ما انتم شايفين انه قريب من الواحد. اوكي، هذه بعد الايتريشن الاولى انا عندي هنا بلس 1 وهنا ماينس 1، هذه هنا بخسر وهنا بربح، هنا الريورد هنا التراب او الفخ او المكان اللي انا بسقط فيه. شو بروح بسوي؟ بروح برجع ستيب لورا. تمام. طبعا من الجول ستيت بهذا الشكل. تمام. في الايتريشن الثانية، الايتريشن الثالثة، طبعا هذا يعني الستيب اللي انا عملتها فعليا انا ما عندي خيار الا انه انا اكون هنا وانتقل هنا، لانه هذا ما عندي خيار انه انا اكون هنا واجي هنا، لانه اذا انا كنت هنا اصلا بكون خسرت. فبالتالي انه انا اصل لهذه التايل ما في عندي خيار الا هذه، فعشان هيك هاي اول iteration انا عندي مثل هيك. تمام. طيب هنا هذه الستيت كيف ممكن اصلها؟ ممكن اصلها من هنا وممكن اصلها من هنا، صح؟ فعشان هيك في الايتريشن الثالثه بدخل الستيتس هدول. تمام. وبروح بحسب الكيو فاليو تبعتهم بهذا الشكل. طيب وكل واحدة من هذه انه برضو نفس الفكرة، هذه كيف ممكن اصلها؟ من خلال الستيت هذه. تمام. ما في عندي اي خيار تاني لانه هنا في انا عندي بلوك، وهاي كيف ممكن اصلها؟ ممكن اصلها من هنا برضو نفس الفكرة، فبضيفهم زي هيك وبضلني اضيف اضيف واغير في الايتريشنز بهذا او اغير في الفاليوز مع الايتريشنز. تمام. مع الوقت لغايه لما اصل للايتريشن 100. في الايتريشن 100 بيكون في هنا عندي حاجه اسمها كونفرجنس. ايش مفهوم الكونفرجنس؟ انه انا بيكون في عندي استقرار في القيم، ما بيكون في تغيير في القيم. تمام. واضح ايش مفهوم الكونفرجنس؟ يبقى انه هذا بصل القيم النهائية بالضبط، للفاليو. مش نهائية، مش معناها انه ما بيصير فيها تغيير، ممكن انه هو يصير فيها تغيير ولكن التغيير هذا لا يذكر. تمام. او ممكن زي ما انت ذكرت انه انت وصلت للقيمة النهائية، كل اتريشن انت بتعملها، يعني لو عملت الاتريشن 101 حتلاقي نفس القيم. هذا مفهوم الكونفرجنس، انه صار في انا عندي تقارب او استقرار في القيم، ما بيكون فيها تغيير. تمام. دكتور، طب انا ليش الف 100 جوله طالما اني انا بدي اكون في مكان واوصل للجول؟ هذه الاشكاليه انه احنا حنشوفها، فعشان هيك احنا ايش ممكن نسوي؟ ممكن انه احنا نعدل البوليسي خلال الايتريشنز. تمام.
هو سؤالك يعني انا استبقت الاحداث شويه. هو سؤالك انه كمان مره ايش هو؟ ليش انا الف 100 اتريشن؟ ليش هون حاكين احنا 100 اتريشن في حين انه العدد محدود قدامنا؟ يعني انا بدي كنت في مكان وبدي اعرف اذا انا وصلت للجول هو اقل من 100 اتريشن. الاتريشنز هذه مش للستيب، ان الاتريشن هذه ان ليش لحساب البوليسي او الفاليو او الكيو ستيت تبعت البوليسي تبعتي. احنا ايش متفقين انه البوليسي هي عباره عن سلسله من الاكشن. ايش هي الاكشن؟ ساهم هيك، ساهم هيك، ساهم هيك، وهكذا. هاي الخريطه اللي كانت موجوده عندنا في السلايد، يفترض انه انتم تكونوا فاكرينها صح؟ الان هذه الكيو ستيت هذه قديش الفاليو تبعتها؟ كيف ممكن انه انا بدي احسبها؟ بدي احسبها باستخدام انه المعادلات هذه اللي احنا ذكرناها، تمام، باستخدام هذه المعادله. وبدي اشتغل هذا الموضوع بشكل ريكيرسيف، انه زي ما شفنا انه انا بدي ابدا من الجول ستيت وبدي ابدا ارجع رجوع، تمام، وظلني احسب كل، يعني انه كل مره انه بصير تحديث على الكيو ستيت بضلني انه انا احسب الاتريشن القادمه. بتوقف متى؟ لغايه لما يصير في عندي كونفيرجنس، ما بيكون في عندي هنا اي تغيير في القيم. طبعا هذا اذا انا فهمت سؤالك صح، انه انا يعني مش مطلوب مني، يعني مطلوب مني حساب الكيو ستيتس تبعت البوليسي هذه، تبع المخطط هذا، مخطط هذا للحل او طريقه الحل او سياسه الحل اللي موجوده انا عندي هنا. والميت اتريشن هذه ليست للانتقال من ستيت لستيت ثانيه، يعني انه زي كانه انا بلعب، يعني مش انه انا موجود في مكان معين. يعني الستيبس هذه، يعني لو كنت انا موجود في هذا المكان، هي واحد ستيب، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه ستيبس، لا، مش هذه هي الايتريشنز. الايتريشنز هذه كمان مره هي لحساب الكيو ستيت تبعت البوليسي تبعتي. هذا إذا أنا فهمت سؤالك صح. إذا أنت بتقصدي شغلة تانية وضحيلي. لا بلا، هيك كنت أقصد، فكرت إنه هي عدد اللفات لحتى أوصل، أو عدد الستيبس لحتى أوصل أنا للجول. لا لا لا، لحساب البوليسي، الكيو ستيت للبوليسي. طيب هذا الكلام لو إحنا بدنا نعمله على time limited value ممكن بيمشي الحال. فبالتالي أنا بتكون أنا عندي شجرة الكبيرة هذه اللي فيها repeated nodes بهذا الشكل، تمام. فا initially بتكون أنا عندي بحسب ال v zero، تمام، للستيت الثلاثة اللي عندي. أنا عندي الكول والوارم والoverheated، تمام. بعدها بحسب ال v واحد، بحسب ال v اثنين، وهكذا بهذا الشكل، تمام. فهي الفاليو اتريشن، انه ببدا ب ان ماينس 1، ان ماينس 2، وهكذا. كمان مره خليني ارجع لكم على السلايد هذه. زي ما شفنا انه انا في الاتريشن، هاي الاتريشن 0، بديت هنا عندي الستيب ان، برجع الستيب ان ماينس 1، تمام، وهكذا لغايه لما انه بعمل ابديت باستمرار بهذا الشكل، وبضلني اعمل ابديت ابديت للفاليوز لغايه لما يصير في انا عندي كونفيرجنس. هاي مفهوم انه انا عندي الفاليو اتريشن بهذا الشكل. اوكي، طيب هذا الكلام زي ما حكينا انه الفي كي بلس 1 هي عباره عن هذه المعادله، احنا اوريدي شرحناها، وهنا ريبيت انتل كونفيرجنس ذكرنا. وضحت الامور؟ يبقى هنا ستارت الفاليو اتريشن، هذا الالجوريثم لحساب الكيو ستيت تبعت البوليسي، انه ببدا من في 0، بحطها ب 0، تمام، وبروح ببدا انه في كي زائد 1 في هذه الحاله، انه راح تكون في 1، بعدها في 2، بعدها في 3. بستخدم المعادله هذه لحساب الكيو ستيت
وبضلني أكرر في اللوب هاي لغاية لما يصير في عندي كونفيرجنس. طبعا المشكلة تبعت هاي 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 يعني دكتور أنا بضل أحدث البي لحد ما يصير عندي تكرار في يعني يرجع يتكرر عندي البي، مثلا إذا أنا كان عندي سلسلة من البي كانت مثلا 15 بعدين لا 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 الكونفيرجنس مقصود فيها الكونفيرجنس كمان مرة إنه لغاية لما يصير في عندي استقرار في القيم تبعت الكيو ستيت. خليني أروح شوية هنا عند سلايد لقدام. يمكن مفهوم الكونفيرجنس في الكالكولاس مر عليكم ولا لا؟ صراحة مش فاكرة، طيب. أنا مش عارف مع إني أخذت 9 مواد رياضيات في الجامعة بس مش فاكرة. طيب الكونفيرجنس أو التقارب في القيم، مش هذا هو فعليا هي هي كانت بالعربي الترجمة تبعتها التقارب. التقارب في القيم معنى ذلك إنه كل الإتريشن، يعني خلينا نقول إنه إتريشن زيرو في اختلاف كبير بين القيم بين إتريشن زيرو بإتريشن واحد، إتريشن اثنين برضو في اختلاف، إتريشن ثلاثة في اختلاف. الآن متى بحكي إنه صار في عندي تقارب في القيم؟ إنه مثلا على سبيل المثال بين إتريشن 13 وإتريشن 14 الفرق لا يذكر، تمام؟ شوفي لي هذا المثال، هنا الإتريشن قديش؟ 12، صح؟ لاحظي القيم هذول 85 74 64، تأملي فيهم شوي، 57 49 42 47 28 57. شو بدنا نسوي؟ بدنا نقفز لإتريشن 100 ونشوف قديش وضع هذه القيم. هذه الإتريشن 100 شو الاختلاف أنا عندي؟ كمان مرة هذا ثابت عفوا تقريبا نفس القيم هم لا في اختلاف. وين الاختلاف؟ هنا في 48 47. أيوه 48 و43 كانت 47 كانت 42 و42 بالضبط. هذول الاثنين وضحت شو معنى كونفيرجنس؟ كونفيرجنس يعني صار في تقارب، يعني انا بضلني اغير في البي لحد ما يصير اخر، يعني بطل ياثر التغيير فيهم على القيم نفسها، مش بالضبط لغايه ما يصير في تقارب في القيم. بالضبط هي هيك. يبقى بضلني اعمل في اللوب، بضلني بشغل يعني بضلني اكرر في اللوب لغايه لما يصير تقارب. اوكي بلزم انا احدد معناته ايش افضل كي خلاص المفروض اني اوقف عندها، والباقي اللي انا اشتغلتهم كان يعني مش ضروريات. كمان مره السؤال، يعني مثلا انا يعني انت حكيت انه بين كي 12 لكي 100 الفرق لا يذكر، اذا انا لو وقفت عند كي 12 كنت راح اقول خلص يعني منيح وصلت للحد اللي بدي اياه، صح؟ بس انا ما كنت بعرف انه والله يعني يفترض يكون في عندي يعني اعمل observation بين iteration والiteration السابقة. يعني شو اللي وصلني من 12 ل 100 في حين اني انا لاحظت انه من 12 ل 100 ما فيش فرق؟ لا 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 هنا 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 السلايد هاي، هذه السلايد هنا في سياق مختلف، بس انا قفزت لها عشان بتوضح لك معنى التقارب لا اكثر ولا اقل. يعني هاي السلايد يعني بتحكي في بعض المشاكل اللي موجوده في الفاليو الايتريشن، انه ممكن يكون انا عندي انه البوليسي بتعمل كونفيرج لونج بيفور فاليوز، فهذه واحده من المشاكل انه هي بتكون يعني حنجيها لاحقا، تمام؟ بس انا استخدمت السلايد عشان اوضح شو معنى التقارب او شو معنى الكونفيرجنس بس. طيب هو انا كيف بقيس التقارب؟ كيف يعني انه انا ممكن احكي انه صار في عنا تقارب ولا لا؟ بشوف الفاليو تبعت الايتريشن السابقه والفاليو تبعت الايتريشن الحاليه، لو فيها استقرار خلص بحكي صار في تقارب. يعني انا مثلا في الايتريشن 103 والايتريشن 104 مثلا، لو انه الفرق لا يذكر يعني ممكن انا احط ثريشولد اذا كان الفرق اقل من 1 من 100 في كل الستيت فاليوز او الكيو فاليوز.
ساعتها خلاص بقدر اعتبر انه صار في عندي كونفيرجنس. اوكي طيب، طبعا هذا الكلام احنا شفناه هنا، نحكي زي ما كنا انه نحسب V0 V1 V2 وهكذا، ننطبق هذا الكلام على السيارة على الريس. احنا اتفقنا انه حسب الالجوريثم انه V0 قديش؟ 0 الفاليو 0 لأول iteration، iteration 0 للستيت هذه قديش قيمته؟ بصفره، كله بصفره. تمام؟ يبقى هنا أنا عندي 0 0 0، أنا عندي هاي المعادلة الـ VK زائد 1 لستيت معينة، هي نفس المعادلة هذه، إن أنا الماكس لمجموع البروبابيليتي تبعت الستيت اكشن ستيت جديده اس برايم اللي هو هذا ترانزيشن موديل، تمام، مضروب في الريورد زائد الديسكاونت في اليوتيليتي فاليو، هذه الفاليو الجديده اللي هي انا بديت بزيرو زائد واحد هي صارت واحد. تمام، وانا عندي هنا ثلاثة ستيتس، يبقى الاس هذه بدي احسبه لهذه الستيت للكول وللوار وللاوفر هيتد. تمام، طبعا هنا انا بدي اختار الاكشن، بدي اختار الاكشن اللي بيعمل لي ماكسمايز. الان انا ايش في عندي اكشنز؟ في عندي سلو وفي عندي فاست، الاس سلو والاف فاست. تمام، الان انا كول cool. الآن إيش الريورد؟ أنا لو 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 يعني أنا كنت slow ضليتني slow واحد. هاي. طيب لو صرت fast هذا الأكشن الثاني، إحنا بدنا نختار واحدة منهم. تمام؟ هاي الأكشن الثاني إنه أنا موجود في الكول ستيت انتقلت فاست، عفوا انتقلت ل يعني اخذت الاكشن فاست، يعني راح تصير السياره عندي بورن. تمام، هي عباره عن 0.5 اللي هي عباره عن البروبابيليتي ضرب ايش الريورد 2. تمام، طيب حاجات ركزوا معايا، انا لو اخذت الاكشن فاست لو اسرعت بالسياره في عندي احتمال 50-50، احتمال تسخن معي السياره واحتمال تضلها كول، وهذا احتماله 50.5 وهذا احتماله 50% 5/10. تمام، فهذا الريورد تبعه 2 وهذا الريورد تبعه 2، ليش؟ لأنه أنا أخذت الأكشن فاست. تمام، يبقى هنا بدي أجمع على هذا الحد زائد نص ضرب 2، خليني أمسح هذا كمان، يبقى هذا عبارة عن 5/10 ضرب 2 وهذا 5/10 ضرب 2، أنه أنا أخذت الأكشن فاست ممكن احتمال أنتقل للور، فهو عبارة عن هذا الترم عبارة عن probability، حاصل ضرب probability في reward زائد هذا التير اللي هو عبارة عن حاصل ضرب probability زائد reward انه انت لو اخذت الاكشن فاست وضليتك كول. تمام، واضحة؟ فبالتالي واحد ولا اثنين شو بدي اختار؟ معايا كمان مرة دكتور؟ بس دكتور لو بس ترجع تعيد تبعت لو نختار اثنين لأن الماكس. تمام اوكي، انتو في 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 تفاوت في شو اسمه. طيب إيه، خلينا احنا خلينا نتفق مع بعض. هجيت انا انا عندي V0 صفرناهم كلهم، هذه متفقين عليها، الآن بدي اجي لV1
اللي هو كأني تو عبارة، ستيت، اللي هي واحدة كول هي واحدة سلو، ولا لا واحدة كول واحدة ورك؟ لا، أنا في عندي ثلاثة ستيت، بدي أعمل هذا الكلام للثلاثة ستيت. بدي أحسب عندي في ثلاثة واحد ستيت. بالضبط للستيت اللي هي الكول، تمام، وبدي أحسب كمان في واحد للستيت ايه وورم، وكمان انا في شيء عندي وسع تحت اكتب اللي هو في واحد برضه للستيت اوفر هيتد. نيجي الان للستيت الكول، هاي شو عندي الاكشن؟ يا اما بعمل سلو يا اما بعمل فاست. سلو او فاست؟ فاست سلو بدنا نرمز له بالرمز اس، وفاست بدنا نرمز له بالرمز اف. اوكي بدنا نحسب ايش؟ الفاليو، اليوتيليتي، الريورد، تمام؟ الان بدنا ناخذ الاكشن اس سلو. هاي انا عندي الاكشن هذا عباره عن ايش؟ عباره عن قديش الريورد تبعته؟ واحد. واحد والبروبابيليتي واحد. واحد ضرب واحد لهذه واحد يبقى هذه القيمه هي عباره عن واحد ضرب واحد. الريورد ضرب البروبابيليتي. تمام؟ ما عملت زائد لأنه ما في يعني راح لأكشن ثانية. الاكشن سلو ما في له ستيت ثانيه، ما رحت على ستيت اوكي ثانيه، لكن الاكشن لأنه فاست هيك احتمال الرسمة اروح وضحتني لور دكتور. واحتمال اضلني كول. اوكي لأنه الرسمة هيك محطوطة مش لأنه إشي ثابت. هذا بالضبط بالضبط، هيك 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 الترانزيشن موديل تبعي او الماركوف بالضبط ديسيجن بروسيس تبعت الريس انا عندي تم تصميمها بهذا الشكل. طيب الاكشن فاست هو عباره عن هذا الحد زائد هذا الحد. ليش؟ لانه انا عندي احتمالين، احتمال اروح للور واحتمال اضلني كول. هاي سجلكم اياها هنا، هذه انه انا اذا ضليتني كول، وهاي اذا ضليتني اذا رحت على الور. اوكي، ونفس الفكره probability ضرب reward. هيك تمام فهمت. تمام، كمان مره انا في السياره ممكن تكون السياره تبعتي يعني معمول لها صيانه والزيت تبعها ممتاز والبوجيات عم يعني زبطتهم وسرعت فيها، ممكن تضلها السياره تبعتي كول. احتمال هذا الكلام 50%، واحتمال السياره تبعتي انه انا في عندي هيك شوية مشاكل في الريديتر، سيارة قديمة شوية، إنه أنا لو سرعت فيها يعني ممكن إنه هي تسخن. تمام؟ هاجيت هذا الكلام، هاي حاصل ضرب probability في reward. الآن الريورد تبعت الفاست أنا بحكي له يعني إنه أنت يعني هو بقول له دائما أنت إذا سرعت بدي لك بلس 2، وإذا ضليتك بطيء بدي لك بلس 1. لكن هنا إذا أنا كنت في الكول تمام واخذت الاكشن فاست، ممكن اروح للورم 50% ضرب الاثنين اللي هي الريورد، بيطلع انا عندي هنا واحد. يبقى هذا الكلام ضرب. وهنا ممكن انه انا اكول اخذت الاكشن فاست اضلني كول. تمام، لاحظوا زي هذه هيك، هذه وورم تمام واضلني مور. لما تكون انا عندي ستيت وفي انا عندي سهم راجع زي هيك، معنى ذلك انه انا بضلني في نفس الستيت. يبقى انا كول واخذت الاكشن فاست بضلني بنفس الستيت. قديش البروبابيليتي؟ 50%، والريورد واحد، هدول حاصل ضربهم واحد. واحد زائد واحد حاصل جمعهم هدول التنين اتنين. يبقى هنا النتيجه اتنين. تمام؟ طيب نمسح هذا الكلام، نيجي هنا لهذه الجزئية ماكس A. حسبنا للأكشن الأس وحسبنا للأكشن F، مين الماكسيموم؟ اثنين. اثنين الأف بالضبط، هاي تمام. طيب نيجي للور، نفس الفكرة. انا في الورم هنا كم اكشن بالضبط؟ انا في عندي سلو وفي عندي فاست.
بالضبط. الآن في السلو، السلو بتصير نص ضرب واحد، نص في واحد. في عندي احتمال أضلني وار، واحد في سالب عشرة، واحتمال أرجع للكول. فبالتالي السلو هي عبارة عن نص في واحد زائد نص في واحد بطلع واحد. تمام. ديكا واحد في ماينس عشرة يعني ماينس عشرة. بالضبط. تختار السلو لأنها هي الماكسيمم. بالضبط. فهي واحد. تمام. الآن الأوفر هيتد في أكشن هنا؟ ما في. ما في أكشن. ما في. خلاص خربت السيارة، ما بقدر أسوي ولا إشي. يعني أنا التو أكشنز اللي أنا عندي slow fast overheated، خلاص يعني زي ما أنتوا شايفين هنا ما فيش أسهم طالعة. لا سهم طالع زي هيك ولا، خلاص ما فيش. فبالتالي هنا زير. وهذا الحال حتلاقيه إنه هو برضو حتلاقيه هنا إنه هو زيرو، لأنه يعني ما في أكشن خلاص. طيب نيجي الآن لـ V3. عفوا V2، V2 احنا حسبنا V1، نيجي لـ V2 اللي هو الستيب اللي وراها. لاحظوا معايا الستيب اللي وراها إنه أنا عندي هنا واحد زائد اثنين. الواحد من وين اجت والاثنين من وين اجت؟ الاثنين اجت من هنا، والواحد هي عبارة عن واحد ضرب واحد، لأنه الريورد هذه بدي أرجع لكم هنا، الريورد هذه تراكمية. تمام. هيها هيك تراكمية زي ما أنتوا شايفين. أنا سرعة، أنا ضليتني بطيء من المرة الماضية، تمام؟ وانت اديتني عليها اثنين. أنا كنت بطيء من المرة الماضية وانت اديتني عليها اثنين، حسبت لي اليوتيليتي الريورد عليها اثنين، تمام؟ وضليتني بطيء. قديش الريورد عليها؟ واحد. اثنين زائد واحد ثلاثة. واضح؟ واضح يا جماعة؟ واضح دكتور. تمام. طيب والأكشن الثاني فاست راح يكون بنفس الكيفية بالضبط، بس الريورد عليه اثنين. بس الريورد عليه اثنين، بس ايش بدنا نجمع عليها؟ بدي اجمع عليها البروبابيليتي. هيها نص. تمام. تمام. انه هنا اثنين زائد اثنين، ليش اثنين؟ اثنين من قبل تراكمية. بالضبط. هذه جاية من هنا، والاثنين الثانية من وين؟ هاي الريورد. بالضبط. ريورد. تمام. طيب هذا الاكشن فاست، وهنا الاكشن فاست وضليتني وضليتني كول. تمام. الان هنا انه اكشن فاست ورحت لور، ايش بتصير؟ اللي هي عباره عن اثنين جايه التراكمية، إنه أنا كنت كول بالإضافة لا الواحد. هذه من وين إجت؟ نص اثنين. بالضبط. نص في اثنين، فبطلع أنا عندي هنا ثلاثة ونص. ثلاثة ولا ثلاثة ونص؟ إيش الماكس؟ ثلاثة ونص. ثلاثة ونص. تمام. وهنا تطلع القيمة اثنين ونص، وهذه زيرو، وهكذا بحسب في ثلاثة في أربعة and so on لغاية لما يصير في عندي حاجة شو اسمها، أشوفكم صح صحيح معي ولا لا. Convergence. لغاية لما يصير تقارب. تستقر القيم. لغاية لما تستقر القيم. تمام. ممتاز. أوكي. هاي مفهوم الconvergence حكينا عنه، صار واضح بالنسبة لإلي. تمام.
اوكي اوكي كيف بعرف انه انا صار في عندي كونفيرجنس؟ انا في عندي حالتين. الحاله الاولى انه انه اذا كان انه التري هاز ماكسيمم ديبث ام والفاليو عند المستوى ام holds the actual untruncated values، يعني ما في تغيير في القيم، وصار في عندي تقارب في القيم، ما في تغيير في القيم، لا يوجد تغيير يذكر. تمام. الحالة الثانية انه اذا كان الديسكاونت صار اقل من الواحد، هيك بصير في انا عندي الحالة الثانية انه بيكون فيها تقارب. اوكي وخلينا انه ما ندخل في تفاصيل تانية هنا، فخلينا نعرف انه هذول الحالتين انه اذا تحقق احدهما انه صار في عندي تقارب. طيب كيف بدنا نطلع البوليسي؟ كيف اجي اقول انه والله انت طريقك في اي مكان، انت لو نزلت بشكل عشوائي في اي مكان على 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 البورد انه انت بدك تمشي الطريق هذه؟ كيف بدنا نعمل اكستراكشن للبوليسي؟ من خلال انه نحسب الاكشنز من الفاليوز، يعني بمعنى اخر انه هاي الاكشن هذا حسبت الفاليو تبعته، الاكشن هذا حسبت الفاليو تبعته، وانا ايش دائما بختار زي ما انتم شايفين هنا في المثال، ايش بختار؟ بختار الماكسيمم، الماكس بالضبط. يعني هنا انا عندي تو اكشن، الاس والاف، تحدد مين الاكشن بناء على الريورد، من الفاليو تحدد انه روح فاست زي هيك. فبالتالي الاسهم هذه من وين بتنتج؟ الاسهم هذه بتنتج من حساب الاوبتيمال فاليوز الفي، تمام؟ وهي يبقى البوليسي هذه هي بتقول لي انه هاو شود وي اكت، كيف انا ممكن انه اتصرف في الانفايرمنت هذه، وين اروح عشان افوز. تمام. نفس الكلام انه انا بدي اختار الاكشن اللي بيعطيني يعني بخليني افوز بأقل عدد من الخطوات. يبقى هنا أنا في عندي arg max في البوليسي صار زيادة، يعني أنت لو شفتم المعادلة تبعت الـ V، هيها عبارة عن إنه الـ V plus 1 هي عبارة عن الماكس transition model مضروب في حاصل جمع الريورد في اليوتيليتي تبعت الستيت الجديدة في الديسكاونت في الجاما. تمام. احنا ايش ضفنا له في الباي؟ الباي ضفنا الارك هاي، يبقى هنا في الباي البوليسي انه انا بدي اختار الاكشنز اللي بتخليني افوز اسرع ما يمكن، بمعنى انه 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 بتلاحظوا انه هذا الاكشن الفاليو تبعته اعلى من هذا. ليش؟ لانه اقرب للهدف. تمام. يبقى هاي مفهوم انه انه سلسله الاسهم هذه من وين، يعني كيف بدها تكون، انه ليش هذا اكثر من هذا؟ لانه هذا اقرب من الجول، لانه البوليسي هي اللي بتحتم ذلك، انه انت كل ما تقرب بزود لك الريورد، بعمل لك ارج ماكس للاي، يعني اختار لي الاكشن اللي بيزود لي الريورد باستمرار. تمام. تمام.
بهذه العملية هي عملية استخراج البوليسي، وهذا يعني هيك احنا ممكن نستخدم الماركوف ديسيجن بروسيس في هاي العملية. اوكي، ايش المشاكل تبعتها؟ حقيت هذه المعادلة بالمناسبة اسمها معادلة بيلمان. اوكي، ف الفاليو اتريشن بتضلها تكرر البيلمان ابديتس، كل اتريشن بتروح تكررها زي هيك، تمام؟ انه البروبلم هذه انذكرت في الاول انه الكومبلكسيتي تبعتها او البيج او نوتيشن تبعتها انه كبيره شوي او يعني كومبلكس شويه، فبالتالي انه في بطء في هاي الشغله، يعني كومبيوتيشنال كومبلكسيتي، تمام. الشغله الثانيه انه الماكس لكل ستيت ممكن انه تكون نادر ما انه هي تتغير، تمام. الشغله الثالثه انه البوليسي بصير لها كونفيرج لونج بيفور ذا فاليوز. معنى ذلك ايش معنات البوليسي بصير لها كونفيرج قبل الفاليوز؟ ايش البوليسي؟ هي عباره عن ايش؟ أفضل أكشن لكل حالة. بالضبط، الأكشن، والأكشن هي عبارة عن الأسهم أنا عندي هنا، صح؟ تمام؟ لاحظوا الأكشن هنا، إيش الأكشن هنا؟ هنا سهم، هاي بدي أسجلهم عشان لما في السلايد الجاية ببين معنا. عفوا، هذا سهم لفوق، أوكي. هذا في الإتريشن 12، اوكي. الاسهم شوفوا في اتريشن 100 تغيرت شيء؟ زاد الرقم. انا بحكي على الاسهم، الاسهم تغيرت اتجاهها شيء؟ لا لا، هاي بقلب لك وتطلع، هاي معنى هذا الكلام. البوليسي اوفن كونفيرج، الاسهم أو الأكشن السيكونس أوف أكشنز عادة بتستقر في مرحلة مبكرة قبل بكتير ما تستقر الفاليوز، تمام. يعني بضطر إنه أنا عشان يصير في عندي كونفيرجنس في الأرقام أعمل دكتور، هي من الأساس المفروض، عفوا قطعتك، بس هي أساس من الأساس، مش بتكون الأسهم والاتجاهات واضحة وما بتتغير؟ لا، بتتغير الأسهم. اللي حكينا إنه الأكشن تبع إنه فوق تحت شمال يمين. في مثال السيارات محضرة، لا هنا الأسهم كلها فوق، تمام؟ هنا شو صار؟ أنا عندي تغير، إنه إحنا حكينا إنه أنا بدي أخذ الستيب اللي هو N minus 1، إنه هذه إيش البست، إيش الأكشن اللي بيعمل لي ماكسيمايز للكيو فاليو، صار يمين. يمين صحيح، تمام؟ والمينيمايز على اليسار التحت. بالضبط، وهذه انه هذه كانت الاكشن عشان انه انت تهرب من هذه، انه هي على اليسار، هذه كان الاكشن هي تحت برضو الهروب هي. نفس الشيء بالضبط. دور مش هون الريورد هو اللي بيغير اتجاه الاسهم، يعني انا اذا زدت الريورد او نقصته بيخلي الايجنت مثلا انه يسرع يروح على الجول او انه يبطئ؟ مش أنا اللي بزود الريورد، هلقيت كل ستيت في لها ريورد، صح؟ أنا إيش بدي أسوي؟ بدي أختار الأكشن اللي بينقل لي على ستيت معينة بيكون فيها الريورد أعلى، هيك فكري فيها،
هو بده يزود الريورد، بده يعمل ماكسيموم. بالضبط، انت فهمت قصدك، انت بتقصدي انه الريورد التراكمي صح؟ الكوميوليتيف. يعني انا انه انا يعني انا بدي اخذ الخطوه الجايه عشان انه انا اي نعم بدي اختار الاكشن اللي بينقل لي ل ل اللي بينقلني ل استيت فيها الريورد اعلى، عشان انه الريورد السابقه برضو اجمعهم مع هذه الريورد ويزيد الريورد تبعي. خابرة في المحاضرة الأحد العدة كان الأسهم اللي عند الصخرة هاي المسكرة إنه راح هيك جبت لنا حطت لنا الماينس الريورد ماينس 1 ماينس 3 ماينس 4 تغير اتجاه صحيح. الأسهم بناء على الريورد صحيح. يعني هنا هاي هذه هيك هذه بتمثل اتجاهات، يعني هذا الاتجاه هيك هذا الاتجاه هيك هيو، يعني هذا يعني هذا الاتجاه الريورد تبعته بالماينس، لانه انا هذا بيساهم انه انا انتقل لستيت يعني راح اخسر فيه. وهذا ليش انه هيك لونه احمر يعني الفاليو تبعته هي مش بالماينس بس بوينت 3، لانه بتخليني ابعد من الجول، يفترض اروح على العكس اروح اطلع فوق. فبالتالي الاكشنز هذه كل مرة أنا بحسب يعني اتجاهات الأسهم هذه بتتغير، يعني هاي إتريشن واحد شوفوا أنه أنا عندي هذه هاي اتجاهه هيك هذا اتجاهه هيك هذا اتجاهه هيك. بعد فترة الإتريشن الثانية لاحظين أنه السهم هذا المكان هيك تعدل صار لفوق، تمام. الإتريشن الثالثة ها الاتريشن الرابعة يعني في الاتريشن الثالثة كان السهم هذا هيك تحت، تمام اوكي، بس الحكمة بتقتضي او الريورد بتقتضي انه انت تروح هيك وهيك، انت ماشي اي نعم بتهرب بس ممكن برضو تهرب في هذا الاتجاه، تمام. فاتجاهات الاسهم لاحظوا انه هذا السهم هيو هيك، اعتقد انه راح يصير هيك راح يضلوا هيك، اعتقد انه راح يضلوا هيك. خلينا نشوف في اتريشن 100 في تغيير، هي اختلف، هذا اتريشن 10 اتريشن 10. يعني انا لو كنت موجود هنا هيك هيك هذه الطريقة طويلة شوية، يفترض انه تتعدل بعد هيك، انه الاقرب هيك. خلينا نشوف 11 بعد 100 لطة اتجاهات الأسهم تتغير، يعني جوابا لسؤالك إنه اتجاهات الأسهم بتتغير مع الإتريشن، مع لأنه الأسهم تتحدد، يعني زي ما إحنا شفنا هنا أنا في عندي يمكن حسب الريوارد إنه مثلا أنا إذا أنا كان الريوارد أنا في عندي كبير أس أنا في عندي أس وأف، اخترت هذا اعتبري اتجاه سهم، اخترت الأف لأنه الريوارد تبعها أعلى، لأنه يعني بنقلني لستيت الريورد تبعها أعلى، فبالتالي الأسهم متغيرة، تمام؟ تحط إحنا في أي سلايد كنا إنه هاي مفهوم إنه البوليسي يصير لها كونفيرجنس قبل. يعني هنا شو معنات هذا الكلام؟ انه قبل الاتريشن 12 كانت الاسهم تتغير، من الاتريشن 12 لغاية ثبتت الاسهم صار فيها كونفيرجنس تقاربت، تمام؟ لكن الفاليو ظلتها تتغير يعني في تغيير ضئيل لغاية لما في اتريشن 100 صار في تقارب ثبتت. يعني 99 الإتريشن 99 والإتريشن 100 الفاليو زي ما هي ما صار فيها تغيير، تمام؟ هي معنات هذه النقطة إنه البوليسي بصير لها كونفيرجنس قبل الفاليوز بكتير. طيب بدنا أسلوب بديل
عشان نحسب الاوبتيمال فاليو. ايش الاسلوب هذا؟ بدي اعدل شويه في الخوارزميه. كيف بدي اعدل؟ انه اول حاجه انه ستيب 1 بوليسي ايفالويشن، كالكوليت يوتيليتي فور سم فيكست بوليسي، تمام؟ نوت اوبتيمال يوتيليتي، ضلك احسب لغايه لما يصير في عندك كونفرجنس. والخطوه الثانيه ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل ابديت او يعني بدي اعمل امبروفمنت للبوليسي، بوليسي امبروفمنت. كيف بدي اعملها امبروفمنت؟ بروح بعمل ابديت للبوليسي يوزنج وان ستيب لوك اهيد ويذ ريزلتد ريزلتنج كونفرجنس. اي نعم هي مش اوبتيمال، ولكن هذا ممكن نعتبره انه هو تحسين، تمام؟ بضلني اكرر في هذه الخطوه لغايه لما البوليسي صار فيها كونفيرجنس. واضح شو شرط التوقف هنا؟ شرط التوقف لغايه لما يصير في تقارب في وين؟ في البوليسي، يعني في سلسله الاكشن. يعني هنا لو انا بدي ارجع، هذا يفترض كان يتوقف وقت ايش؟ في ايتريشن 12 مش في ايتريشن 100. كمان مره يا جماعه، الفاليو اتريشن، احنا حكينا انه الخوارزمية شو بتقول؟ repeat until convergence لمين؟ للفي، تمام؟ لكن هنا بعد ما عملنا عليها تعديل او استخدمنا اسلوب جديد في الـ في البوليسي اتريشن بدل ما كان فاليو اتريشن، من اسمه، هذا اسمه value iteration. مدام انه هذا policy iteration معنى ذلك انه راح يضله يعمل loop، يعني راح يضل يعمل repeat لغاية لما يصير في عندي convergence في البوليسي، تمام؟ يبقى في هذه بنسميها policy iteration، وعادة بتكون أسرع من ال value iteration تحت يعني ظروف معينة، يعني في الغالب إنه هي إنه أسرع بكتير، much faster. أوكي، طيب لغاية الآن الأمور تمام؟ واضح إيش البوليسي إيتريشن؟ واضح إيش الفرق بينها وبين الفاليو إيتريشن؟ لو سألت شو الهدف منهم أصلاً؟ شو الهدف من الفاليو إيتريشن؟ شو الهدف من البوليسي إيتريشن؟ الفاليا بتقرب لي يعني أكتر، يعني مثلا في البلاط اللي كان موجود قبل شوي إنه بيعطيني الأقرب للجول بالفاليو بقيمة معينة، أما أما البوليسي بتعطيني الأكشن اللي كيف بدي أتحركه عشان أوصل للجول. لا 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 لا، التنتين بستخدمهم للبوليسي إكستراكشن. إيش البوليسي إكستراكشن؟ اللي هو تحديد sequence of actions. البوليسي اكستراكشن هو عباره عن تحديد، او يعني انه ما يعني انه بدنا ايش هي سلسله الاكشنز اللي انا بدي اتبعها من ستيت معينه لغايه الجول. لو انا كنت في الستيت هذه، شو سلسله الاكشن اللي انا اسويها لغايه لما اوصل للجول؟ اطلع فوق، روح يمين، زي هيك، تمام؟ يبقى البوليسي اكستراكشن ممكن استخدم الفاليو اتريشن عشان استخرج البوليسي. مش الفاليو اتريشن يعني زي ما شفنا في المثال تبع السياره، هي حددت لي الاكشن انه اختار الاف ولا الاس بناء على الفي انه الاعلى، يبقى هي حددت لي الاكشن انا بدي اسويه، صح؟ تمام.
فالتنين بستخدمهم للبوليسي اكستراكشن. لكن شو الفرق؟ الفرق انه الفاليو اكستراكشن انه في الالجوريثم هنا repeat until convergence. convergence لايش؟ للفي. اما في البوليسي ايتريشن شو التغييرات في الستيبس؟ يعني الفاليو ايتريشن اوضح لكم ايش الستيبس تبعتها. واحد ابدا بفي زيرو وصفر لي اياها. الخطوه اللي بعديها احسب لي في كي زائد واحد. انت بديت من زيرو، في كي زائد واحد يبقى في واحد، يبقى احسب لي في واحد. الايتريشن اللي وراها في اثنين، الايتريشن ثلاث اللي وراها في ثلاثه، وهكذا ايتريشن ضل اكرر. كيف بدك تحسب الفي؟ باستخدام هاي المعادله، معادله البيلمان. طب وقتيش بدي اتوقف؟ لغايه لما يصير في عندك كونفيرجنس في قيم الفي. صار في عندك كونفيرجنس خلاص، يبقى قدرنا نطلع سلسله الاكشنز. نيجي الان للبوليسي للبوليسي ايتريشن. ايش البوليسي ايتريشن؟ هي انه تم اقتراحها بسبب المشاكل الموجوده في الفاليو ايتريشن. اوكي، المشاكل انه هي يعني هي مشكله تنتين ثلاث مشاكل. طب ايش الحل؟ الحل خطوتين، اعمل بوليسي ايفالويشن وبعدين اعمل بوليسي امبروفمنت، يعمل اعمل تحسين في البوليسي، اعمل لي ابديت لها. بناء على ايش؟ بناء على الكونفيرجنس اللي انت عملته في الخطوه السابقه. تمام، يبقى هنا ريبيت ستيبس انتل بوليسي كونفيرجنس، لغايه لما يصير في عندي تقارب في البوليسي. معنى ذلك لغايه لما تثبت الاكشنز ما يصيرش فيها تغيير. حسب المثال اللي شفناه هنا انه هنا الاسهم ثبتت في الفاليو 12، الاتريشن 12 عفوا، بينما القيم ثبتت في الاتريشن 100. فعشان هيك البوليسي ايتريشن اسرع بكتير من الفاليو ايتريشن في ايجاد البوليسي. تمام، واضحه يا جماعه؟ واضحه دكتور. تمام دكتور. تمام تمام اوكي. طيب عشان هيك هنا بيطلع فيها عندي مصطلح fixed policy، وفي انا عندي هنا انه policy improvement. هلقيت اذا انت ثبتت البوليسي خلاص بضلها ثابته، لكن اذا انت بتعملها ابديت يعني هذا موضوع ثاني. اوكي، طب كيف ممكن نعمل evaluation للبوليسي؟ اجى الايجنت قال لي خذ هاي الخريطه اللي انت بدك تمشي عليها، كيف بدي اقيمها انا؟ اقول له انه انت خريطتك ممتازه ولا لا؟ بروح بعمل الاوبتيمال اكشنز اللي اصلا موجوده في البوليسي. تمام، بروح بطبق الاكسبكتي ماكس 3 لكل الاكشن، وبروح بحسب الاوبتيمال فاليو، بشوف هل الخريطه اللي طلع لي اياها فعلا اوبتيمال ولا لا. تمام، يبقى بقارن الاوبتيمال اكشن مع الاكشنز اللي بتقول عليها الباي اللي هي البوليسي. والله صار في انا عندي تطابق، جاء البوليسي هذه كويسه، صار في عندي اختلاف، ممكن ان انا احدد ايش هي الاختلافات هذه او قديش انه صار في عندي يعني انه قديش انه هي بتختلف عن الاوبتيمال. تمام، هذا خيار. الخيار الثاني انه نعمل يوتيليتي للفيكست بوليسي.
تمام. يبقى هنا انه انا بدي اعرف يوتيليتي لستيت اس تحت بوليسي معينه. تمام. وبدي اعمل ريكيرسيف ريليشن ان وان ستيب لوك اهيد باستخدام معادله البيلمان بهذا الشكل. تمام. يبقى انا عندي هاي الستيت، رحت طبقت البوليسي للستيت هذه. تمام. يفترض انه انا ادتني اكشن معينه او اخترت اكشن معين، يبقى انا في ستيت معينه وبناء على البوليسي تبعت الستيت هذه انتقلت لستيت اس برايم. كيف بدنا نعمل ايفالويشن؟ الفكره الاولى انه بعمل تيرم ريكيرسيف بيلمان ايكويشن ان تو ابديتس، يعني زي الايتريشن فاليو بالضبط. يبقى الفي زيرو انا عندي بزيرو، الفي كي زائد واحد هاي المعادله تبعتها. تمام. بهذا الشكل. الفكره الثانيه انه باستخدام الماكسز، ممكن في هذه الحالة انه انا بعتبر انه البيلمان ايكويشن هي عبارة عن لينير سيستم، لينير سيستم انه زي معادلة خطية وبطبق فيها القيم، وكل مرة القيم هذه انه هي بتزيد. تمام. ناخذ مثال. أنا عندي بوليسي بتقول إنه دايماً روح يمين. يعني أي ستيت أنت كنت موجود فيها روح يمين. كنت موجود أنت في هذه التايل روح يمين. سواء كنت موجود في هذه روح يمين. سواء كنت موجود في هذه روح يمين. وفي عندي بوليسي تانية بتقول إنه always go forward. كنت هنا ضلك لقدام. كنت هنا روح لقدام برضه، وهكذا. واضح هنا انه هاي روح يمين روح يمين روح يمين، هنا انه روح الى الامام امام امام. اوكي. طيب الان البوليسي ايفالويشن لهذه هي كلها، ما دام انا في عندي هذا كله تراب، هذا كله هاي ماينس 10. تمام. وهذا 100 بهذا الشكل. طيب هنا روحت يمين هيو قيمة بالماينس، هنا روحت يمين برضو قيمة بالماينس، هنا روحت يمين برضو، يعني انه الفاليو اقل بكتير من الريورد انا اللي موجود عندي. تمام. طيب هجيت هنا ليش انا عندي هذه القيمه هيك؟ لانه انا بفترض انه انا اقتربت من الحل، بمعنى انه انا ما وصلت لهذه الستيت، انا موجود هنا ما وصلت لهذه الستيت الا انه لانه انا رحت لقدام وكمان مره رحت لقدام. تمام. فكان عندي سم ريورد بس رحت يمين في هذه الحالة. الآن هنا لو أنا كنت موجود في هذا المكان بروح هنا أخذت ريورد، رحت هنا زادت الريورد للأمام، ضلك أمام، رحت هنا زادت الريورد 70، قربت أنا من الريورد الكلية، رحت هنا أخذت 100% بهذا الشكل. تمام. طيب اوكي، في البوليسي ايتريشن بتلاحظوا انه انا في عندي هنا ابديت بند، في ابديت للبوليسي، بوليسي امبروفمنت ابديت للبوليسي، زي كانه هو قاعد ايش بسوي، قاعد بتطلع طب
لو صار هيك أنا شو بيصير، لو عملت هيك شو بيصير، وبناء عليه روح بروح بحط الأسهم تبعته، لا روح هيك، لا روح هيك، أعدل هذه هيك، سوي هذه هيك، تمام؟ إنه عنده يعدل قاعد. يبقى هنا في الإيفاليويشن إنه لا fixed current policy by find the values with policy evaluation iterate until value convergence. يبقى هنا ال value k زائد واحد، وهنا دخلنا ال by ال policy. أنا عندي في الموضوع بهذا الشكل، تمام؟ يبقى بمعنى آخر وببساطة شديدة جدا جدا، في ال policy evaluation هو نفس الكلام أنه تطبيق معادلة البلمان، تمام؟ بس هنا بدل ما يكون في هنا عندي state و action، لا هنا دخل أنه ال action اللي اختاره اللي اختارته ال policy. سابقا كان في هنا عندي S A S prime، صح؟ هنا إيش اللي اختلف؟ أنه S policy S prime هنحدد ال action. كيف؟ حدد الاكشن بالضبط، مش زي الستيت الاول حكى ان ستيت مثلا ممكن يكون معه 4 اكشن او 3 بالضبط. هنحدد خلص بالضبط، صحيح، تمام تمام. هذه الخطوه الايفالويشن اللي هي هذه الخطوه اللي موجوده انا عندي، اللي هي الخطوه رقم 1 بوليسي ايفالويشن. الخطوه الثانيه بوليسي امبروفمنت، بدنا نشوفها كيف. I get improvement in for a fixed values. Get better policy using policy extraction. One step look ahead. يبقى هنا البوليسي plus one لستيت معينة، انه انت بدك تروح تختار لي الاكشن، تمام، اللي بيزود لي الريورد. هاي انت عندك الترانزيشن موديل مضروب في الريورد في الفاليو تبعت الستيت برايم اللي هو الستيت الجديده، مضروب في مضروب في الديسكاونت. طبعا هذا حاصل جمع مع الريورد، تمام. وهذا الكلام انه انت بتعمل ترانزيشن موديل. طبعا هذا السميشن لكل الاكشنز اللي موجوده انت عندك في ستيت معينه بهذا الشكل. طبعا انا بدي اختار الارج ماكس الاكشن اللي بيزود لي الريورد بهذا الشكل. فبالتالي هذا عبارة عن improvement أنا عندي لل one step ahead اللي هو ال buy plus one. فبالتالي ال buy plus one إيش هي البوليسي أنا عندي في الخطوة الجاية؟ أنا في عندي أربع اتجاهات، هيك 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 هيك، تمام. كيف بدي أنا أحسن البوليسي تبعتي؟ البوليسي تبعتي انه كانت قبل تقول انه ضلك دغري ضلك دغري ضلك دغري، لا الان تغيرت انه بدل ما انه ضلك دغري ضلك دغري لغايه خطوه معينه بعدين روح يمين. هذا هو المقصود في البوليسي امبروفمنت بهذا الشكل. هذه السلايد بتحكي عن الكومباريزون بين الفاليو اتريشن والبوليسي اتريشن. انا ذكرت يعني هذا يعني انه يعني ذكرت انه مقارنه بيناتهم، انه هذيك بتشتغل لغايه لما يصير في عندي كونفرجنس في الـ في الـ في الفي، وهذه بضل تشتغل لغايه لما يصير في عندي كونفرجنس في الباي في الـ في في في, في البوليسي اللي هو سيكونس اوف اكشنز. يبقى هنا في الفاليو اتريشن هذول التنتين بستخدمهم، هاي بوث iteration value iteration and policy iteration compute the same thing اللي هو all optimal values، أو بمعنى آخر إنه بتعمل أسجل لك إياها هنا policy extraction. أوكي تمام. طيب شو الفرق؟ انه في الـ value iteration every iteration updates both
values and implicitly the policy. بشكل ضمنيا البوليسي. ليش؟ لأنه بناء على الفاليوز هذه تحددت الأكشنز، فبالتالي ضمنيا تم تحديث البوليسي. We don't track the policy. شو احنا بنركز أو شو بنراقب؟ بنراقب الفاليوز، صح؟ وبنعمل يعني stop لما يصير فيها convergence. But taking the max over the action implicitly recompute it. Recompute it. اوكي؟ معنى ذلك انه احنا ما بنراقب او يعني بنعمل تتبع للبوليسي، ولكن دائما كل مره انه انت بتاخد الماكس بالشيء بصير بشكل امبليسيت اعاده حساب للبوليسي، تمام؟ وبما انه انا بطلعش على البوليسي، على ايش بطلع؟ بتطلع على الفاليو، بتوقف لما يكون يصير فيها عندك كونفيرجنس. اذا صار في كونفيرجنس في الفاليو معنى ذلك انه انا عندي البوليسي اللي طلعت معايا هي الاوبتيمال، تمام؟ بينما في البوليسي ايتريشن، في هذه الطريقه لاستخراج البوليسي، وي دو سيفيرال باسز ذات ابديت يوتيليتيز وذ فيكست بوليسي، تمام؟ بروح انا بعمل عده لفات بتعمل ابديت لليوتيليتي، وبتكون في هذه الحالة البوليسي ثابتة ما غيرت فيها، تمام؟ Each pass is fast because we consider only one action, not all of them. اللي هو الأكشن اللي يفترض إنه الماكسيموم. إنه after the policy is evaluated, a new policy is chosen. يعني بعد ما أنا عملت هذا الكلام للباسز اللي أنا اخترتهم، بروح بقيم البوليسي وبناء عليه بروح بعملها أبديت وبختار بوليسي جديدة، تمام؟ طبعا هذا الكلام فيه بطء، إنه slow like value iteration passes. The new policy will be better and or we are done. البوليسي الجديدة يا إما بتكون أحسن يا إما بنكون إنه إحنا هيك خلصنا، تمام؟ اوكي. طيب في الملخص ماركوف ديسيجن بروسيس، الديسيجن ماركوف بروسيس عادة انه كان ملخص انه كومبيوت اوبتيمال فاليوز يوز فاليو ايتريشن اور بوليسي ايتريشن، واحدة من الطريقتين هدول عبارة عن طرق لا يعني تعتبر من ضمن الماركوف ديسيجن بروسيس الجوريثمز اللي تستخدم في استخراج البوليسي. Compute values or particular policy use policy evaluation. تمام؟ And turn your value into policy use policy extraction one look ahead. هذا الكلام حكينا ملخص السلايدز. طبعا كلهم بيشبهوا بعض، تمام؟ They are basically بيستخدموا ال variations لل Bellman updates، تمام؟ كلهم بيستخدموا one step look ahead expecty max fragment، كله بروح بحسب انه next action بديش الريورد تبعته، لو انا يعني next action بودينا على state جديدة، state جديدة هذه قديش الاكشن تبعها، تمام؟ الاختلاف انه هل انه احنا يعني في طريقة الـ value iteration انه احنا بنثبت البوليسي، تمام؟ ولا انه بنعمل maximize over action في الطريقة الثانية. maximize مش هيك؟ نعم. لا 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 مش هذا المقصود، انا بقصد انه
انا بقصد انه في الفاليو اتريشن انت البوليسي بتكون ثابته صح، وكل مره بتحسب الفي للاتريشن الجديده بتحسب في 0 في 1 في 2 صحيح مزبوط وهكذا تمام. اما في البوليسي اتريشن انه انت شو يعني بتعمل ماكسمايز لايش، يعني انه انت لو رجعت للمعادله هنا انه انت عندك الباي اي بلس 1 دي الماكس للاكشن بالضبط. يعني هنا انا عندي الفاليو تبعت الكي زائد 1 انه هنا انا دخلت فيها الباي بس هذا لو هاي انه ماكسمايز اوفر اكشن، والاكشن هذا بتحدد من خلال البوليسي تمام. طيب البيلمان اكويشن كيف ممكن انه احنا نخليهم اوبتيمال؟ برضو من الملخص انه تيك كوريكت فيرست اكشن كيب بينج اوبتيمال، يعني هذا هو الملخص انه اول اكشن اختاره صح وخليك ماشي صح تمام عشان انه تكون اوبتيمال بشكل يعني بشكل عام. في المرة الجاية اوكي احنا مش هنشرح اوكي يعني اوكي يعني خلينا نتوقف هنا، المحاضرة الجاية بنحدد ايش رح ناخد ان شاء الله. دكتور على هذا الموضوع يعني شو ممكن تكون طبيعة الأسئلة؟ نحن نحسب مثلا الـ V بصراحة الموضوع هذا هو يعني أساس للـ reinforcement learning تمام. زي ما بتلاحظوا أنه في الجينيتك ألغوريثم أنه إحنا أخذنا خوارزمية وأخذناها يعني أنه كبيور ألغوريثم وأخذنا أنه العلم كأساس تمام، ما سألنا أنه طب هذه كيف بتيجي هذه كيف بتيجي. بعد ما خلصنا الجينيتك ألغوريثم أخذنا تطبيقات عليه ووصلنا نحكي إنه الأسئلة بتيجي مثل هيك والأسئلة بتيجي مثل هيك وراح أطلب منكم إنه تعملوا فورميليت لكذا أو شغلة زي هيك يعني تمام. ممكن تكون الأسئلة في reinforcement learning إنه مثلا بدنا agent معين والagent هذا إنه هو يتعلم بطريقة reinforcement learning وتعرفوا المكونات المطلوبة يعني أو العناصر المطلوبة عشان يتحقق هذا الإشي إنه هو يتعلم لوحده ولوحده يختار policy ولوحده يختار الأكشنز اللي مفروض إنه توصله للهدف تبعه. تمام. في أي أسئلة تانية؟ يعطيك العافية. يعطيكم العافية جميعاً.